وهذا الشعر شعر قوي جزم متين فيه فخامة وقوة وتجلد فيه عظمة نفس الشاعر وإباء همته وشهامة نفسه، وهو يمثل العالم الأبي الغيور. يعني هكذا ينبغي أن يأبى العالم عن مواقف الذل والذم والتهمة، ويربع بنفسه ويتسامى حول الأطماع ويتسامى على الأطماع والشهوات، لا يقع في الطمع والدنس والكدر وأوحال الدنيا. نعم، فيقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. يقول: إن ناسا يقولون لي، معترضين: أيها الرجل، إنك رجل يوجد فيك انقباض وانزواء عن الناس، وأنت لا تخالط الناس ولا تعاشرهم ولا تختلط بهم، وإنما تكون في أكثر الأحيان منزويا بنفسك، وإذا لقيك الناس انقبضت عنهم وتحاشيت عن لقائهم، فلماذا أنت تترفع بنفسك؟ لعلك يوجد منك رائحة الكبر، هم يتهمونني بالكبر والإعجاب بالنفس. نعم، فيقولون: أنت رجل معجب بنفسه، رجل تياه، رجل مزهو بنفسه، فهذا لا ينبغي لك أن تكون متكبرا تنتفخ بأنفك. نعم، لماذا تنتفخ وتنقبض ولا تخالط الناس ولا تجالسهم ولا تآكلهم ولا تشاربهم ولا تجلس معهم على مائدتهم وفي مجالسهم؟ لماذا أنت تنقبض عن الناس وتنزوي عنهم وتنفرد عنهم كأنك معجب بنفسك؟ فيقول: ليس الأمر كذلك، لست متكبرا ولا شامخا بالنفس، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، وإنما رأى الناس في شخصي رجلا يأبى أن يقف موقف الذم وأن يقع في موضع الذل والصغار والدناءة. أنا أعرض وأنا أترفع عن مواقف الذل، لو أنني ذهبت كل مذهب وجلست كل مجلس وحضرت كل مأدبة أذللت نفسي. يقولون: هذا طماع. نعم، هو لا يترك أي مأدبة،
نعم. ثم هم لا يعرفون قدري ومكانتي، لا يقدرونني حق قدري لو أني خالطتهم وجالستهم، فأنا أحجم وأعرض عن مواقف الذل، وأنا أربو بنفسي أن أكون ذليلا لئيما خسيسا، لذلك أنا أترفع. لا ينبغي للإنسان أن يهين نفسه، كما أنه لا ينبغي له أن يتكبر، لا ينبغي له أن يهين نفسه. فالعالم يحتاج أن يعرف كرامته، أن يعرف مكانة نفسه، وأن لا يذل نفسه. ترى بعض الناس ممن ينتحل العلم والمعرفة وينتسب إلى مصاف العلماء، إنه يطمع في كل شيء، يتحلب فمه وراء كل لذة، نعم، يجري وراء كل شهوة، ويسلم على هذا وذاك لعله يهدي إليه هدية، ونعم ينفعه بماله ذلك. وإذا رأى غنيا السلام عليكم كأنه صغير وهو كبير. لا ينبغي للعالم أن يهين نفسه. فأنا أعز نفسي لأنني أجل العلم، نعم. فأنا لا أقف موقف الذل، أنا أعرض عن مواقف الذل والهوان والصغار، فليس في كبر وانقباض، وإنما أكرم نفسي وأجل شخصيتي، وفي الحقيقة أنا أجل العلم والمعرفة، أنا أعرف مكانة العلم وأهله، لا أريد أن أهين العلم وأهله، نعم. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا، الرجل هو نفسه، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أحجم إن امتنع وأعرض وترفع، ثم يضيف مسهبا ومبينا هذا المعنى: أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. أرى الناس لئاما، ومن نفسية الناس أنه إذا دنا منهم رجل واختلط بهم وجلس معهم هان في أعينهم، نعم، لا يعرفون له وقارا ولا يرجون له مكانة. فإذا كان العالم يختلط بهم كثيرا وهو يطمع في أموالهم، فهم يحتقرونه، ينظرون إليه بعين الاحتقار والازدراء، فلا أريد أن أهون في أعينهم، لأنني الحمد لله أعتز بعلمي وأعتز بديني، نعم، فلا أكون هينا على الناس، لا أريد أن أكون هينا ساقط المنزلة، لأنني قد رفعني الله سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة. فالناس لئام، إذا دنا منهم عالم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وأما العالم الذي يعتز بنفسه وبعلمه وبدينه وبفضله، وهو يكرم نفسه وعزة نفسه وشهامته قد رفعته فوق الناس، فيهابون هذا العالم، نعم، ويفسحون له المجال، ولا يتكلمون أمامه، ولا يرفعون أصواتهم، يقولون هذا لا يطمع في أموالنا، ولا يحيينا، لا يسلم علينا، نحن أغنياء ولكنه أغنى منا بنفسه، هذا عالم من طراز آخر،
نحن لا نريد أن نشتريه، لا نستطيع أن نشتريه بفلوسنا وأموالنا، لذلك هم يكرمونه. ومن عز ومن أكرمته عزة النفس أكرم. لذلك بعد ذلك يشرح ويأتي إلى هذا المعنى، يعني هذه الكرامة وهذه العزة ليست للكبر، وإنما ذلك كله لعزة العلم والدين، لأنه يعتز بالعلم. يقول لم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، يعني لا أكون عالما لو أنني ابتزلت نفسي وامتهنت شخصيتي، فلا أكون مؤديا حق العلم، فقد أذللت العلم، نعم، وقد أضعت وقد أضعت العلم. إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إن كان كلما ظهر لي مطمع وغرض دني من الدنيا، فلوس أو مأدبة أو طعام شهي، كلما رأيته صيرته لي سلما، صيرته لي سلما، يعني اتخذته لي سلما للارتقاء على هذا المطمع الخسيس وعلى هذا الغرض الهابط. أنا يعني أصعد وأحرز المال، أحرز المال بهذا المطمع. مثلا قالوا تعال نحن نجعلك وزيرا، فقلنا نعم ما شاء الله، نعم أنا أهل لذلك، أو نحن نعطيك كثيرا، نعم نعم أنا أهل لذلك. فإن كان كلما ظهر أمامي شيء من الدنيا أو منصب حقير أو مطمع قليل اتخذته وجريت وراءه واتخذته لي سلما ومرقاة للصعود على المراتب ولتسلم المناصب، فلا أكون مؤديا حق العلم. فإذا عرض علي منصب ورأيت أن هذا المنصب إنما هو ليصيدونني، إنما هم يريدون أن يشتروا نفسي، يشتروا علمي بهذا المنصب، فأنا رفضته، نعم أرفضه من غير لأي ولا تأخير، لا أنظر إلى هذا المنصب وإلى هذه الوزارة وإلى هذه الكرامة وإلى هذه الرئاسة أو إلى هذه الأموال الطائلة، لأنني الحمد لله غني بعلمي، غني بتعلقي بالله سبحانه وتعالى. فهمت؟ فالآن لعلكم تمتعتم بشعره، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، يعني الناس يطعنونني بالكبر ويتهمونني بالإعجاب بالنفس والتيه والزهو، نعم، ولكن لست بحمد الله معجبا بالنفس تياها مزهوا، وإنما أنا رجل لا أقع في الذل والصغار وأرفع نفسي عن مواضع الضيم والذل والدناءة، نعم المواضع التي تزري بالعالم، أنا أرفع نفسي عن هذه المواضع، نعم، لأن الناس لئام في هذا العصر، نعم، إذا كان العالم هو لا يعرف قدره فهم يصطادونه، هم يعني يجعلونه سلما لمقاصدهم ولأغراضهم الدنيئة، نعم، فيقولون له نعم أنت يجب عليك أن تنادي بأسمائنا وأن ترشحنا على المنبر، نعم رشحوا فلانا في الأصوات وأدلوا بأصواتكم، فهم ويقول نعم لا بأس أنت غني فأنا أفعل ذلك.
أرى الناس من داناهم هان عندهم هم يشترونه بعد ذلك بثمن قليل دراهم معدودة. نعم. أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما. نعم. لذلك أعتز بنفسي وأعتز بديني لأكرم ولأكون غاليا في عين الناس، لا أكون هينا عندهم. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. كيف يليق بشأن العالم أن يجري وراء كل شهوة وأن يسعى وراء كل طمع وأن يعني أن يسيل وأن يسيل لعابه نعم وراء أموال من الدنيا أو وراء منصب حقير أو خطير نعم هذا لا يليق بشأن العلم وهو لا يكون مؤديا حق العلم إن كان كلما ظهر له طمع اتخذه واختاره نعم وجرى وراءه فهذا لا يكون عالما بمعنى الكلمة. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما هذا يكمل البيت السابق هذا البيت تكملة للبيت السابق إذا قيل لي من أي جهة نعم أو من أي دائرة حكومية أو من غني من الأغنياء إذا قيل هذا منهل منهل عزب مورد فيه زحام كثير أو مورد سهل نحن ندعو أن تروي غلتك أن تشبع حاجتك بهذه المأدبة التي نقدمها لك نحن أهلا وسهلا إلينا نحن نقدم لك طعاما لذيذا أو مأدبة فاخرة فهم يدعونني إلى أن أروي غلتي من أي منهل من المناهل فإذا قيل هذا منهل سائغ ومشرب سهل عذب فتفضل نعم اشرب إن كان بك عطش من هذا المنهل قلت نعم أنا أيضا أرى أن هذا المنهل موجود أمامي لكن نفس الحر تحتمل الظما أنا أعرف أنني لو شربت من هذا المنهل لا أضعت علمي ولا أهنت نفسي وأهنت كرامتي نعم ماذا يقول الناس وماذا يقول الله لي أنت ذهبت إلى ذلك المجلس أنت أكلت من تلك المأدبة فقد تحلب فوك حول طعام شهي لذلك أنا أصبر على الظما وعلى العطش ولكن لا أقرب هذا الوردة لا أقرب هذا المنهل نعم وإن كنت ظمآنا وإن كنت شديد العطش سأصبر على العطش وأنا يعني أكظم حاجتي وأنا أقلل حوائجي ولكن أنا لا أمد يدي ولا أتكفف أمام الناس نعم لا
أشبع لا أشبع من أي طعام ولا أروى من أي ماء. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى. عيني أيضا ما شاء الله جيدة حديدة البصر، نعم، ولكن أرى أن هذا المنهل مشوب بالقدر، لا الحر لا يشرب من هذا المنهل الكدر، وهذا منهل كدر عندي، ولا ترى هذا الكدر إلا عين الكريم عين الحر. فالحر يصبر على الظما ولكن لا يقرب هذا الوردة. نعم، شعر يعني قد عبر فيه عن معاني الإباء والغيرة والشهامة والترفع والاعتزاز بالعلم. كيف ينبغي للعالم أن يعرف نفسه وأن يكرم نفسه وألا يذل أهل العلم وأهله. نعم، هذه قصيدة بديعة المعنى، ينبغي لكل عالم أن يستحضر هذه القصيدة إذا كان مثل هذا الموقف، لكن لا يعني ذلك أن يغتر بنفسه وأن يتكبر. إذا كان هناك فقراء وهم يريدون الدين فنحن نقرب منهم، ولكن إذا كان هناك أغنياء يريدون أن يشتروا ديننا لا نقرب منهم. فلكل شيء موضع، هذا له موضع، ونحن متواضعون الحمد لله. إذا دعينا إلى أي حفلة وإن كانت صغيرة ولكن الناس يتعطشون إلى علمنا، نحن نذهب ونحن نقرب من الفقراء أيضا، ولكن نحن نترفع عن الأغنياء. نعم، وإن كانت مادبتهم شهية لذيذة فاخرة، نعم، ونحن نأكل على مأدبة متواضعة. نعم، هذا منهل قلت قد أرى. أرى أن هذا المنهل موجود، ولكن نفس الحر والكريم تحتمل الظمأ والعطش ولا تقرب مثل هذه المناهل الكدرة. تهمة التهمة يعني تغمة ما قلت تهمة تهمة.